في الشوط الأول. توج تحركاته الرائعة في هذا الملعب بصناعة الهدف الأكثر أناقة إذا صح التعبير. بكل تأكيد لنقل بأمانة على أنه من حسنات ليستر سيتي كان عاقلا جدا. نعلم تماما خسارة المانشستر يونايتد المذلة إذا ما جاز القول أمام بريسل جعلته ينزل الملعب يريد استعادة الهيبة، حماسة زائدة. أن تستوعب مثل هذه الحماسة يجب أن تنضبط بالدفاع. على هذا الأساس رأينا دفاع مكثف، حتى يعني بالنسبة إلى الهدف الذي جاء عن طريق تمريرة محرز ليفاردي، إذا كان هناك 8 لاعبين متحمسين من اليونايتد هجوميا، كان هناك أيضا 8 لاعبين أو 9 لاعبين داخل منطقة مدافعين بالنسبة إلى ليستر تحديدا، ومن ثم المرتدة جاءت من خلالها. يعني على الأقل في الدقيقة تخلى عن بعض الحذر في الدقيقة 26، رياض محرز جرب حظه، ومن ثم هذه الكرة كانت بيد الحارس، ولكن بعد دقيقة واحدة عاد رياض محرز بدل أن يسدد مرر هذه الهدية إلى فاردي لكي يعني أسست الأكثر أناقة جدا واعي بشكل كبير. وبعدين يعني عرف كيف يعني لم يعني إذا ما جاز القول أنه سمولين كان يراقب عن قرب ولكنه لم يلتخم، بقي هادئ واثق تماما من 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 الموقف الذي أخذه، نظر إلى الأمام ووجد فاردي قادم من الخلف، وبالتالي كانت بالفعل هدية استثنائية. أكرر مرة جديدة، حماسة زائدة يجب أن تمتصها كيف؟ عن طريق الدفاع المكثف. بالفعل الدفاع المكثف وجدناه بالهدف الأول 8 لاعبين أو 9 لاعبين قريبين جدا من لاعبي مانشستر يونايتد، والمرتدة جاءت أثمرت عن هذا الهدف. ولكن نقول بأمانة ما افتقدوا مانشستر يونايتد هو اللمسة الأخيرة، لأنه كان جيد صحيح. جدا هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه، لكن سنتحدث عنه بعد فاصل قصير.